بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل على الكلام بتاع المرة اللي فاتت. في المرة اللي فاتت احنا كنا خدنا السنجل فيس ترانسفورمر وخلصناه، وعملنا كمان اوبن سيركت تيست وشور سيركت تيست في حالة السنجل فيس ترانسفورمر. النهارده احمد، انا مش عايز حد يستخدم القلم الا اذا كان هيشاور على حاجة فعلا، ده مش لعب. المفروض النهارده ان شاء الله قول يا كنت هقول بس يا دكتور تمام، محدش يا جماعه يستخدم قلم، بس عشان فعلا في الفيديو ريكورد اللي فات كان في مشكله وكان في حد عمال يهزر بالقلم. دلوقتي اللي بيستخدم القلم اسمه باين على فكره، فمش حابه تهريج خالص. يعني لو هنهرج نمشي، انا ما حبيتش ان انا اسجل الفيديو احط عليه صوت وبعد كده انتوا تسألوا. قلت لا، خلينا برضو حتى في هذه المرحلة يحضر عدد قليل، لان في اسئلة انت ممكن تسألها انا مكنتش عامل حسابي عليها. يعني بمعنى ان في حاجات انا ممكن اشرحها لانها بشكل طبيعي، او حاجة انت خدتها قبل كده ويكون دي فعلا فيها مشكلة بالنسبة لي. فانا حابب بس ان عدد من الطلبة يشارك في التسجيل بتاع الفيديو عشان يبقى في فرصة لو في حاجة مش واضحة من الحاجات القديمة، او حاجة انا ببني عليها، حاجة انت خدتها، ببني على حاجة انت خدتها قبل كده وانت تكون ما خدتش الحاجة دي بالفعل. خلاص، المفروض النهارده ان شاء الله هنبدا في الثري فيز ترانسفورمر، وده مش هيختلف كتير عن السنجل فيز. وتعالوا نتفرج بس ايه الفروقات اللي هتبقى ما بينهم. دلوقتي عشان اقدر اعمل ترانسفورمر ثري فيز كان بيبقى فيه تو تكنيكس اساسيين، يا اما يجيب ثلاثه ترانسفورمر سنجل فيز زي ما احنا شايفين كده، بس الثلاثه دول لازم يبقوا ايدنتيكال وياخدوا كل فيزه قصاد الثانيه على الترانسفورمر لوحدها. وده في ميزه ان لو حصلت مشكله هتقدر تريبليس واحد من الثلاثه بس، مش محتاج تريبليس ترانسفورمر كله. يا اما يستخدم ترانسفورمر 3 فيز على يعني 3 كورز كده، ويحط على 3 كورز 3 فيز بتوعه. وده في الشكل اللي عندنا دوت. طبعا الثري فيس ترانسفورمر ده هو الاكثر استخداما في السيستمز بتاعتنا. احنا كنا خدنا السنجل فيس ترانسفورمر كبدايه بس لدراسه الترانسفورمر، وعشان اعرف ازاي بتوجد البارامترز، وازاي بتحسب الفولتج ريجليشن، وازاي تحسب الافشنسي، لان احنا في الثري فيس ترانسفورمر في حساباتنا هنعتمد على نفس الحسابات اللي انت خدتها في السنجل فيز. يعني هنعامل فيزا واحده من 3 فيز ونقول ان التو فيزز التانيين هيبقوا زيها بالظبط. ولذلك المفروض كان مهم ساعتها يعني ان احنا ناخد السنجل فيز ترانسفورمر ونتعلم نحسب عليه. زي ما قلت لك براكتيكال بقى في الدنيا، كل الحاجات اللي عندنا احنا في الباور سيستم هي 3 فيز ترانسفورمرز، سواء من اول جنريشن لغايه الترانسفورمر اللي تحت العماره عندكم اللي بيسموه ديستريبيوشن او الديستريبيوتنج ترانسفورمر. ابتدى يتكلم معايا في الاحتمالات الممكنه للثري فيز كونكشنز بتاعت الترانسفورمر. خلاص، طالما انا قلت ثري فيز بقى عندي حاجه اسمها دلتا وعندي حاجه اسمها ستار. فيا اما يكون البرايمري بتاعك ستار، يا اما يكون البرايمري ستار والسكندري دلتا، يا اما يكون البرايمري دلتا والسكندري دلتا، يا اما يكون البرايمري دلتا والسكندري ستار. يفترض ان احنا قبل كده خدنا الحسابات بتاعه الثري فيز، او خدنا ثري فيز مع بعض في سنه اولى. ده شكل كده بيوريني الاربع احتمالات وعلاقات الفولتج والكرنت في كل واحد فيهم. هل عندنا مشكله؟ حد عنده مشكله في العلاقه ما بين الفي لاين والفي فيز والاي لاين والاي فيز في الستار والدلتا؟ ممكن حد يرد؟ يعني مثلا ان في حاله الدلتا، في حاله سوري في حاله الستار، الفي لاين اكبر من الفي فيز، ولذلك الفي لاين عباره عن جذر 3 في فيز، فهتبقى الفي فيز هي الفي لاين على جذر 3 والاي لاين هو الاي فيز.
لكن في حاله الدلتا الفي لاين هو الفي فيز، لكن الاي لاين مش هو الاي فيز. الاي لاين كان اكبر وكان عباره عن جذر 3 من الاي فيز. العلاقات اللي قصاد مني ديت او الاشكال الاربع اشكال اللي قصاد مني، الاربع احتمالات اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه، بيوروني العلاقه ما بين الفي والاي في حاله الكونكشنز المختلفه للترانسفورم. انا عايز بس هاخد واحده منهم هنفصصها بالتفصيل، وانت تقدر بعد كده تقيس عليها اي واحده من الثلاثه التانيين. ولتكن مثلا تعال نشوف اول واحده ديت اللي هي عندي ستار لود، سوري عندي ستار البرايمري ستار والسكندري بتاعي دلتا. انا هروح دلوقتي الوايت بورد، تعال نقول ان انا عندي هنا البرايمري ستار والسكند بتاعي دلتا. وهبتدي اتخيل في الترانسفورمر ده هنا كده ده الـ V بتاعي وده الـ I، ده الـ V line والـ I line، وعايز أعرف اللي هيطلع هنا إيه واللي هيمشي هنا إيه. خلي بالك الترانسفورمر كان بيشتغل بالعلاقة الأساسية بتاعتك اللي هي V1 على V2 تساوي N1 على N2 اللي إحنا كنا مسمينها إيه. فده كان معناه ببساطة إن الـ V2 دايماً هيبقى عبارة عن V1 على إيه. ولو عملنا نفس العلاقة ديت هيطلع إن الـ I2 بتاعك هو نفس الـ I1 في إيه. كل اللي عليا بس ناخد بالي هنا مين الـ V1 ومين الـ V2. معنى إن أنا عايز أعمل الترانسفورمر ده ستار لدلتا، فالعلاقة ما بين الفيزا دي الفيزيكال هم دول الاثنين اللي بينهم علاقه الترانسفورمر بتاعتك. يعني العلاقه بتاعت الفي 1 والفي 2 بتساوي الفي 1 على الفي 2 بتساوي ايه، والاي 2 على الاي 1 بتساوي ايه، ما بين الفيز دي التيار اللي هنا والتيار اللي هنا. ولذلك عليا الاول ان انا ادور على فين الفي فيز بتاع الاولاني. قلت لي الفي فيز بتاعتي هي ديت اللي هتبقى عباره عن الفي على جذر 3. الاي فيز بتاعك هو نفس الاي ده. خلي بقى تعالى نتفرج العلاقه ديت هتطلع لي ان الفي 2 هو نفس الفي بتاعتك على الاي، بس انهي في؟ قلت لي الفي اللي على الفيز، فبيطلع هنا ان الفي اللي هنا هو عباره عن الفي على جذر 3 اللي هو نفس الفي 1 مقسوم على ايه. طب والاي اللي عندي؟ قال لي هو نفس الاي واحد مضروب في ايه؟ يعني الاي اللي هنا هو الاي القديمه ايه؟ وتعالى نشوف بقى الاي اللي هيطلع بره. الفي اللي هيطلع بره هنا هو نفس الفي على جذر 3 ايه؟ والاي اللي هيطلع بره هيبقى نفس الاي ده ولا اكبر منه المفروض؟ قلت لي لا هيبقى اكبر منه، هيبقى عباره عن الاي في الايه في جذر 3. يبقى هنا لو عندي الترانسفورمر بتاعي كانت الكونكشن بتاعتي ستار على دلتا، فلو داخل في لاين في واي لاين اي
هيخرج في لاين عباره عن في على جذر 3 اي، واي لاين عباره عن ايه في جذر 3 اي. وده اللي كان موجود عندك هنا. زي ما موجود عندي هنا كده بالظبط. خرج عندك في على جذر 3 اي وجذر 3 اي اي. هل ممكن دلوقتي واحنا قاعدين الناس تجرب بورقه وقلم تطلع العلاقات دي للكونكشن الثانيه اللي هي ديت؟ ممكن حد يجرب يعمل ده؟ واول حد يطلعه او اول حد يطلع نفس العلاقات اللي هنا ديت ياخد بونص. ورقه وقلم مجرد. ولو سمحت اللي مشغل المايك فيه وشغل المايك لما تيجي ترد. عايزين دلوقتي نجرب نطلع العلاقات اللي هنا ديت. انا هقفل دلوقتي لغايه لما تخلصوا وارجع لك تاني بالشاشه. هي يا دكتور هتبقى العكس، يعني نفس العلاقة اللي كانت بين الستار والدلتا بس العكس، يعني الدلتا الأول عايز فالفي في أنا عايز فالفي لاين أنا هتبقى عايزك هي أنت الفي. عايزك أنت عايزك أنت بالورقة والقلم تأكد لي، ما هي الأرقام قصاد مننا هي ده على فكرة، بس تعملها أناليسيس زي اللي أنا عملته للي فاتت. تمام. تحدد الأول، تفترض الأول إن عندك في واي، وبعدين تحدد الفي فيز والأي فيز وإيه علاقتهم بالفي والأي الأساسيين، وبعدين بجيب الفي والاي اللي قصاد منهم من الناحيه الثانيه بالريشيو، وبعدين ابتدي اشوف علاقتهم باللاين. حد عمل ده؟ دي القديمة اهي بالتفصيل. طب هو يا دكتور لو احنا مثلا افترضنا ان الفولتج اللاين اللي هو الفيس في الدلتا في، فالتاني هيبقى في في ايه بعد كده الكرنت. دلوقتي ادي الشكل الجديد بتاعنا. أول حاجة بتحددها عندك، أنت بتقول لي أنا فرض إن في هنا في وفرض إن في هنا أي، وعايز أعرف اللي هيطلعوا بره. قلت لي أول حاجة بتحددها عندك مين الفيزز اللي هيبقى ليهم علاقة مع بعض. قلت لي أهو الفيزا دي بالظبط، والفيزا اللي هي هناك والنيوترال. العلاقات اللي بينهم ان ال V2 هتساوي ال واحد على ايه؟ وال I2 هتساوي في ايه؟ الخطوه اللي بعد كده حدد اصلا مين ال V2، سوري مين ال V1 وال I1. فلو قلت لي ال V1 هتبقى نفس ال V بتاعتك بالظبط، و V2 ليه؟ لان انا في الحاله دي بتعامل مع دلتا، فال V line هي نفس ال V face. والاي واحد بتاعك الاي 1 اللي هو الماشي في دي هيبقى اي وعباره عن الاي على جذر 3. الاي الكبير، الاي اللي بره ده هو الاي الكبير، فبقسمه على جذر 3 عشان اجيب الاي اللي جوه. اقلب الفيزا اللي هناك. قلت لي على الفيزا اللي هناك هيبقى عندي الفي واحد على ايه؟ يعني هنا هيبقى في في على ايه؟ طب والاي اللي ماشي فيها
اضرب اللي هو معمول اللي عندي اللي هو الاي على جذر 3. يا دكتور المفروض في على جذر 3 في ايه؟ ايه؟ المفروض ان الفي على اللود اللي هو الناحية التانية اللي في الستار يبقى الفي على جذر 3 في ايه؟ لان احنا هنا ده في ده في لاي ده في فيز. ثانية واحدة بس احنا واحدة واحدة. انت هنا في الحالة دي اهو الفي اللي هنا ده الفي اللي على على الدلتا هو الفي. تمام كده؟ تمام. والفي الفي اللي على اللاين اهو دوت هو الفي ولذلك الفي فيز هي نفس الفي. طب الفي اللي الناحية التانية انا بقلب بالريكت ما بين فيز وفيز ما بين فيزا من هنا وفيزا من هنا فالفي اللي هنا ده هو عباره عن في على ايه؟ فاهم منين العلاقه ديت؟ قلت لي اهو نفس العلاقه ديت اللي هي نفس الفي واحد على ايه؟ طب انا مش عايز الفي ده انا عايز الفي اللي بره يطلع الفي اللي بره دوت هو نفس الفي ده اللي هو الفي على ايه؟ بس في جذر 3. اشمعنى؟ قلت لي ده العلاقه ما بين اللاين والفيز. طب والاي اللي ماشي عندك الاي اللي هيطلع بره من هنا هيبقى اي على جذر 3 في ايه؟ لا هو الاي على جذر 3 مضروب في ايه؟ مضروبا في الايه. بس كده العلاقه دي لو جيت بصيت لها دلوقتي لو انا في حاله الدلتا حاطط في واي هيطلع لي من الناحيه الثانيه في على ايه في جذر 3 واي على جذر 3 في ايه. العلاقه ديت هي اللي عندنا هنا. لما كان عندي هنا لما كان عندي هنا الفي طلع لي هنا الفي على ايه فده هو هو الفي على ايه في جذر 3. لما كان عندي هنا الاي بقى اللي هنا اي على جذر 3 بقى اللي هيطلع هنا اي على جذر 3 مضروب في ايه اللي هو نفس التيار اللي موجود عندك بره. تقدر بسهوله جدا تعمل ده كمان للحالتين اللي بعد كده اللي هم الدلتا دلتا والستار ستار. خلي بالك ان في حاله الدلتا والدلتا الريشيو بتفضل زي ما هي لان اللي انت بتعمله مع الفي ده والفي اللي هنا هو نفس الفي اللي هنا والفي اللي هنا والريشيو ما بين انا دكتور اكنه سنجل فيس كده كانه سنجل فيس كاني عامل بنفس علاقات السنجل فيس. بس خلي بالك ان توتالي الفي والفي هنا مش بنفس علاقه السنجل فيس. فاهم حاجه؟ ولذلك بص لما هنبتدي ندرس كل حاله منهم على حده عايز اعرف الريشيو ما بين الفي والفي في الاخر. يعني خلي بالك الترزيشن اللي هي في 1 على في 2 بتساوي ان 1 على ان 2 دي مش بين مش بتوين الفي لاين والفي لاين. امال الريشيو دي بتوين مين؟ قلت لي بتوين الفي فيز والاي فيز. ولذلك تطلع الريشيو ما بين الفي لاين والفي لاين ما تطلعش ايه؟ تعال نشوف مثلا في الحاله ديت. دي الحاله اللي كان فيها ستار وستار. زي اللي كانت هنا بالظبط ديت. طلع الريشيو ما بين الفي والفي الفي لاين للبرايمري والفي لاين للسكندري هي نفس الريشيو ما بين الفيز والفيز. تقدر تستنتجها بسهوله او تطلعها من العلاقات ديت. في الحاله الثانيه هنا اللي هي كان البرايمري بتاعك ستار والسكندري بتاعي دلتا ما طلعتش الريشيو. خلي انا بس عشان تبقى الرموز واضحه الفي ديت اللي هي الفولتج ال بتريفير لكلمه لاين والبي بتريفير لكلمه برايمري. الفي اللي هي الفولتج ال اللي هي لاين الاس اللي هي سكندري والفيز بنكتب لها رمز الفاي ديت. قال لي في الحاله دي على سبيل المثال اهوت لو انا قلت الفي فيز بتاعت البرايمري ايه علاقتها بالفي لاين بتاعت البرايمري؟ قلت لي عباره عن الفي لاين على جذر 3. طب وبالنسبه للسكندري الفي لاين هي نفس الفي فيز. الريشيو بقى الايه ما بين مين ومين؟ قلت لي ما بين الفي فيز يعني واحده من دول وواحده من دول.
بيطلع لي هنا حاجه اسمها الاوفرول ريشيو بتاعت الترانسفورمر. لما الترانسفورمر بيتعرف بالاوفرول ريشيو بتاعته. يعني على سبيل المثال لو انا بتكلم في المحول اللي عندنا في البيت او المحول اللي بيغذي العماره بتاعتنا، يعني المحول ده بنسميه 11 على 400. ال 11 على 400 ديت ما هياش التيرمز ريشيو بتاعته، ما هياش الفي فيز على الفي فيز. امال دي مين؟ قال لي دي الفي لاين على الفي لاين. استنتجنا ده تاني في الحالة ديت، في حالة ان انا عندي البرايمري بتاعي دلتا والسكندري بتاعي ستار. قال لي بص، في حالة الدلتا الفي فيز بتاعت البرايمري هي نفسها الفي لاين بتاعت البرايمري، لكن بالنسبة للستار الناحية التانية الطرف التاني اللي هو السكندري، فالفي لاين بتاعت السكندري هي عبارة عن جذر 3 من الفي فيز بتاعت السكندري. ولذلك تطلع الاوفرول ريشيو ما بين الفي لاين بتاعت البرايمري والفي لاين بتاع السكندري عباره عن ايه؟ على جذر 3 مش ايه. الكيس ديت على فكره الدلتا على ستار، الكيس اللي احنا عملناها تاني واحده، بصوا ريشيو ما بين الفي ده والفي ده، لو جبت ريشيو ما بين ده وده هلاقي ريشيو دي ما بتطلعش ايه. امال بتطلع ايه؟ قلت لي لما تقسم ده على ده الفي هيطير الفي، والجذر 3 هتفضل في المقام زي ما هي، والايه اللي في مقام المقام هتطلع فوق عندي في البسط. ولذلك في الحاله دي بتطلع الريشيو اللي بنسميها الاوفر ريشيو بتاع الترانسفورمر دي، اللي بيكتبها لك ان الترانسفورمر ده كذا على كذا، عباره عن ايه؟ على جذر 3. ده احد الاختلافات الاساسيه ما بين السنجل فيس ترانسفورمر والثري فيس ترانسفورمر. في السنجل فيس ترانسفورمر كانت الريشيو بتاعته هي الايه على طول، في الثري فيس ترانسفورمر الاوفرول ريشيو او ريشيو ما بين اللاين واللاين ما بتبقاش هي الايه اللي انت بتستخدمها في المساله، دي بتبقى عباره عن اربع حالات. قال لي على سبيل المثال في الحاله ديت لو كان ستار ستار فالاوفرول ريشيو هي الايه، لو كان ستار دلتا فالريشيو بتاعتك هي عباره عن جذر 3 على ايه. فالمفروض لو انا عايز اخد الايه استخدمها في المساله بتاعتي، باخد الريشيو ديت واقسمها على جذر 3. في حاله لو كان دلتا وستار فالريشيو بتاعتي عباره عن ايه؟ على جذر 3. يعني باخد الريشيو اللي هو مدالي في المساله واضربها بجذر 3 عشان احسب منها الايه اللي هكمل بيها الحسابات بتاعتي بتاعت الريفيرنج مثلا. لو كان دلتا دلتا فالريشيو اللي مديها لك ديت هي هياها الايه اللي انت بتستخدمه على طول في المساله بتاعتك لو هتعمل ريفيرنج ولا حاجه. في حاجه مهمه دلوقتي المفروض نكون بنفكر فيها. انا عندي اربع احتمالات للتوصيل اللي هم دول: ستار دلتا، دلتا ستار، دلتا دلتا، ستار ستار. مطلوب من سيادتك انت تبتدي تدور لي وتقول لي كل واحده من دول بستخدمها في ايه. يعني اكوردنج ليه اقول ان انا عايز استخدم الكونكشن دي او الكونكشن دي او الكونكشن دي او الكونكشن دي. على سبيل المثال انا مش عارف انت سمعت عن الموضوع ده قبل كده ولا لا، في حاجه اسمها الهارمونكس. بيقول لي ان الدلتا كونكشن دي على سبيل المثال في الترانسفورمر بتاليمينيت الثيرد اوردر هارمونكس من الكرنت. انا عايزك انت بقى تدور وتقول لي ده ليه. واحنا المفروض ان شاء الله المره الجايه هنكمل شرح في دوت، لكن من هنا لغايه لما نكمل شرح اللي هيجيب ده مبدئيا، يعني تعالى هنتفق كده انك تبتدي احنا في صفحه الفيسبوك عندنا، هتبتدي تحط على صفحه الفيسبوك تبرر لي او توضح لي استخدامات الاربعه كونكشنز دول اللي هم الستار دلتا والدلتا ستار والدلتا دلتا والستار ستار، تقول لي ابلكيشن على كل واحده منهم، وتبتدي توضح لي ايه فائده الدلتا كونكشن او ازاي الدلتا كونكشن ديت على سبيل المثال بيقول لي ان هي بتاليمينيت الثيرد اوردر هارمونكس كومبوننت من الكرنت. في سؤال لغايه هنا؟ كم واحد مننا يعرف يستنتج؟ اتفضل. هو انا بقول الفايده بتاعت ستار ودلتا بشكل عام ولا في الترانسفورمرز بس يعني؟ لا، كابلكيشن في الترانسفورمر. ايه اللي بيخليني اقول
عايز اخد مثلا في الموتورز مثلا بيبقى عشان خاطر اللي هي الستارتنج كارنت الستارتنج كارنت، لكن انا مش بتكلم في الموتور دلوقتي، انا بتكلم كابليكيشن للترانسفورمر. انا عايز اسيرش عليه دلوقتي، عايز اسيرش ايه الكيسز اللي بحتاج فيها اخد الكونكشن دي ان يبقى عندي ستار على دلتا، وايه الكيس اللي احتاج فيها الكونكشن دي اللي هي دلتا على ستار، وايه الكيسز اللي احتاج فيها دلتا على دلتا، وايه الكيسز اللي انا احتاج اخلي الكونكشنز بتاعه الترانسفورمر بتاعتي ستار ستار. تمام. ممكن نعرف كم واحد مننا يقدر يستنتج العلاقات اللي في السلايد ديت، الاربع علاقات، ان انت لو عندك في لاين واي لاين، في لاين واي لاين، في لاين واي لاين، في لاين واي لاين، تقدر تستنتج الناحيه الثانيه. كم واحد مننا ممكن يعمل ده؟ لو سمحت اللي يعرف يرفع ايده، يرفع ايده مش في البيت يعني، مش يرفع ايده هو هناك. تسعة. تسعة. طيب بقيت الناس مش عارفة ترفع ايديها، ولا بترفع ايديها في البيت، ولا مش عارفة تستنتج العلاقات دي يد. ممكن حد من الناس اللي مرفعتش ايديها يخش يتكلم؟ عايزين حد من الناس اللي ما رفعتش ايديها يخش يتكلم. عبد الرحمن محمد ممكن تتكلم؟ تتكلم في دكتور، في ناس بترفع ايديها في الشات، فمش بيرفعوا ايديهم في على الفيديو يعني، في الشات نفسه بتاع الفيديو. ما انا برضو عايز نتعلم ده كده. في عندك انك ترفع ايدك، ما ممكن حضرتك تشرح الاوبشن ده عشان الناس تعمله يعني. انت اللي شايفه مش انا اقدر اخليك تنزل ايدك. خش في من بارتيسيبيت، من بارتيسيبيتس يا جدعان، ويرفع ايدك اللي هي عندها 39 دي دلوقتي، واقف عندها وارفع ايدك. احنا بنتعلم مع بعض على فكره. انا مش عايز نخسر فرصه ان يكون في حد عنده الفرصه ان هو يسال واحنا بنشرح او انا بشرح، لان زي ما قلت لك ممكن مثلا تكون العلاقات ما بين الفي فيز والاي فيز انا بتعامل معاها، الفي فيز والاي فيز والفي لاين والاي لاين انا بتعامل معاها لانها حاجه انت خدتها وعارفها قبل كده ويل نول بالنسبه ليك، لان احنا خدناها كتير في السيركتس، بينما دي كن لسه فيها مشكله او في حد مش عارفها، فانا محتاج استريس عليها اكتر دلوقتي. على سبيل المثال لما احنا قلنا الاربعه كيسز دول، انا عملت منهم تو كيسز، وعلى فكره انا عملت التو كيسز الصعبين لان التو كيسز التانيين هيطلعوا نفس الارقام، لكن مش شرط ان يكون كل الناس شايفاها بنفس السهوله. فانا عايز حد دلوقتي، الناس اللي بترفع ايديها، الناس اللي بترفع ايديها بترفع ايديها عشان تثبتني وتقول لي الموضوع كويس، ولا بترفع ايديها عشان ما ندهش عليها، ولا بترفع ايديها عشان جربت فعلا؟ انا عايز اللي عنده مشكله. ابراهيم مديح ممكن تتكلم؟ ابراهيم ايوه يا دكتور. ابراهيم انت ما رفعتش ايدك، فهل انت مش عارف؟ لا انا رافعه، انا كنت رافعها دلوقتي وبعدين انا فهمت ازاي استنتجهم وعملتهم قدامي حتى. طيب وفهمت ازاي ترفع ايدك؟ اه. فانت رافع ايدك كده تمام. الناس اللي ما رفعتش ايديها في حد عنده مشكله؟ مارك ايمن. يا دكتور انا كنت رافع ايدي. طيب تمام. يا دكتور مفيش حد عنده مشكله. تمام جربته. طيب خلي بالكم ان احنا قدامنا شويه والفيديو هيخلص، لو الفيديو خلص انا يعني هقفل وافتح فيديو تاني مش مشكله. اخر حاجه عايز اقولها قبل ما نخلص الجزء دوت، انتوا خدتوا البريونت سيستم،
كم واحد عارف البريونت سيستم؟ إيه إن كله ينزل السن، كله ينزل إيده دلوقتي. كم واحد بقى عارف البريونت سيستم؟ انت خطوها اي ثينك في الباور سيستم اناليسيس صح في الترم الاولاني؟ احنا خدناها الترم دوت في الباور سيستم، في الترم ده، الترم ده في الباور سيستم. ادي لي المثال بقى بسرعه جدا. لو انا قلت لك ان انا عايز في الترانسفورمر اشتغل بالبريونت سيستم، انت عارف ان في حاجه اسمها الاس بيز والفي بيز والاي بيز، واسم ال V base على ال I base بتديني حاجة اسمها ال Z base. بمنتهى البساطة كده، لو أنا عندي 3 phase transformer، فال S 3 phase بتاعته، ال S 3 phase بتاعته هي ال S base بتاعتك. طب لو عايز أجيب ال S base لفيزة واحدة، قلت لي اقسم ال S base بتاعت الثلاثة phases ديت على 3. هل ده في مشكلة؟ طيب عايز احسب الاي بيز، قلت لي مبدئيا مين هي الفي بيز؟ الفي بيز بتاعتي هي الفي بيز للفيزا الواحده. لو عايز تحسب الاي بيز، هات الاس بيز بتاعت فيزا واحده واقسمها على الفي بيز. زي ما قلت لك الزد بيز ساعتها المفروض اللي هي في علاقه مش مكتوبه هنا، يعني لو انا عايز اكتب هنا دلوقتي زد بيز، دي كانت بتساوي ال V بيز على I بيز. هاخد ال V بيز، هسيب ال V بيز زي ما سيبها زي ما هي، وهشيل ال I بيز دي واحط مكانها ال V بيز على جذر 3. يعني هسيب ال V بيز زي ما هي فوق، واشيل ال I بيز واحط مكانها الاس على 3 في بيز، فتطلع لي العلاقه ديت اللي هي الزد بيز بتساوي 3 في بيز سكويرد على الاس بيز. عشان الفيديو ما يقفلش علينا، هو كان فاضل تقريبا دقيقتين ولا حاجه، انا هقفل دلوقتي وافتح فيديو تاني. هبعت لكم اللينك برده على الواتساب ونكمل عند نفس النقطه اللي احنا واقفين عندها ان شاء الله.